ولنا الشرف العظيم أن يدشنا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذا الملعب الذي يحمل اسم الزعيم التاريخي ورمز الكفاح والنضالي المجاهد حسين أحمد الذي ينحدر من أعالي جبال جرجرة وبالضبط منطقة أيت حيام. وكل هذا عرفانا والتقدير لرجل الفن الذي يحب وطنه حتى النحى. التاريخ يشهد على ذلك. تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير. Thank you.